مسيرة كيانو ريفز المهنية كانت ولا زالت حافلة بالإنجازات، فمن الناحية المهنية هو يعد أحد أثرى مشاهير هوليوود، وثروته تقدر بحوالي 300 مليون دولار أمريكي. ولكن هل النجاح هذا والإنجازات الكثيرة والثروة الطائلة كانت كفيلة أنها تخلي حياة كيانو الشخصية حافلة بالسعادة؟ راح تتعجبون لو أقول لكم أنه هذا الإنسان الطيب واللطيف جدا مر بتجارب جدا قاسية، وخسر ناس قريبين من روحه من يوم كان طفل صغير. يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه، واليوم راح نلقي نظرة قريبة على حياة هذا الممثل الرائع كيانو ريفز من يوم هو طفل إلى فترتنا الحالية. كيانو ريفز ولد في لبنان، وبالتحديد في مدينة بيروت، من أم بريطانية وأب من أصول أمريكية وإنجليزية، ومن يوم هو صغير بدأت تواجهه الكثير من التحديات. كيانو ريفز عاش مع أمه وأخته الصغيرة وأبوه إلى أن صار عمره 3 سنوات، ولأن أبوه كان مدمن كحوليات وعنده مشاكل كثيرة تخلى عنهم وتركهم للأبد، وعمر كيانو وقتها فقط 3 سنوات. اضطرت أم كيانو أنها تتنقل فيه هو وأخته من مدينة لمدينة، وكانت تشتغل في وظائف كثيرة عشان توفر لهم لقمة العيش، وتحاول قد ما تقدر أنها توفر لهم حياة كريمة. وبعد سنوات من التنقل استقروا أخيرا في تورونتو بكندا لما صار عمر كيانو ريفز 7 سنوات. يقول كيانو: حياتنا ما كان فيها أكشن كثيرة وأنشطة مميزة، بيت مدرسة مدرسة بيت. يقول الوضع كان كويس. في المدرسة كيانو ريفز واجه مشكلة عسر القراءة، وهالشي كان تحدي جديد له، وعلى إثرها واجه صعوبات كثير في دراسته، وللأسف تخلى عن المدرسة لما وصل المرحلة الثانوية من دون ما يتخرج. وبالرغم من أنه واجه مشكلة عسر القراءة مثل ما قلت لكم، هو الآن شخص يعشق القراءة ويعتبر قارئ شغوف. وعشان يكسر روتين حياته المملة والصعبة، اشترى كيانو ريفز دراجة نارية وكان يتجول فيها معظم الوقت. يقول كيانو انه كان يلقى فيها متنفس له ومهرب من واقعه الممل والغير مستقر، وفي يوم من الايام حصل له حادث بالدراجة النارية كاد ان يفقد حياته بسببه. يقول كيانو: ظليت مستلقي على الرصيف بعد الحادث لمدة نصف ساعة والدماء في كل مكان، وكنت متوقع اني خلاص راح اموت. واثر الحادث هذا تكسرت اسنانه، ودخلت شظية من شظايا الحادث في بطنه، وتكسرت بعض اضلاعه، ولكن تم اسعافه وقام بالسلامة بعدها. والمضحك في الموضوع انه رجع لدراجته النارية بعدها بفترة، لانه مثل ما قلت لكم يشوف في ركوب الدراجة النارية متنفس رائع له. بدايته مع التمثيل بدأت في المدرسة لما كان عمره 15 سنة، كان يحصل على بعض الادوار والتجارب الجيدة في مسرح المدرسة، كان جدا يحب هالمجال، واكتشف حبه للتمثيل في هذيك الفترة. ولما صار عمره 16 سنة التحق بمعهد HB في نيويورك، وكان يسافر من مدينته في رحلة مدتها 8 ساعات عشان يحضر دروس التمثيل في هذاك المعهد. وشغفه وتعلقه في هذا العالم كان نابع من تجاربه القديمة، خسارة أبوه وبهذلت أمه وأختهم صغار، وحب أنه يسوي لنفسه شيء ويبني نفسه بنفسه. بعدها بفترة وفي عام 1989 حصل على دور في فيلم بيل أند تيد إكسلنت أدفنجر، واللي كان شعلته الأولى في عالم الشهرة، بل أنه صوره تصدرت أغلفة مجلات كثيرة هذيك الفترة. وبعدها بدأت تتوالى عليها العروض مع مخرجين كبار وعمالقة، وبالفعل صار كيانو ريفز رسميا ممثل ناجح والطلب عليه كثير. وبعد سنوات من الاستقرار والحياة الكريمة، وفي عام 1993 وصل لكيانو ريفز خبر جدا محزن. صديقه المقرب ريفر فينيكس توفي إثر جرعة زائدة من المخدرات. الخبر هذاك نزل مثل الصاعقة على رأس كيانو وتأثر كثير فيه. يقول كيانو: كنت أدخل في مرحلة من الاكتئاب لولا أني تمالكت نفسي ووقفت على رجولي من جديد. بعدها بفترة تعرف على بنت اسمها جينيفر ماريا سايم، ووقعوا في حب بعضهم البعض، وكانت تعني له الشيء الكثير جدا، وهي كانت تبادله نفس الشعور، بل إنها حملت بأول طفلة لهم. ولكن للأسف بعد 8 أشهر من الحمل ماتت طفلتهم الأولى قبل ما تخرج من رحم أمها. والخبر هذا برضو كان صاعقة أخرى تنزل على حياة كيانو وحبيبته جينيفر. وبعدها اشتد الوضع وساءت الأمور بينهم إثر خسارة طفلتهم، وانفصلوا عن بعض لاحقا. وبعد 18 شهر حبيبة كيانو السابقة جينيفر ماتت في حادث سيارة في لوس أنجلوس، وهذه تعتبر الصاعقة الثالثة اللي تضرب قلب هذا الإنسان اللطيف
كيانو ريفز. بعد فترة من الحزن والألم النفسي رجع كيانو ريفز ووقف على رجوله وقرر انه خلاص لازم يركز فيما تبقى من حياته ومفروض ما يستسلم للألم والمعاناة. بعدها بفترة كيانو ريفز حصل على اهم دور له في مسيرته المهنية في فيلم The Matrix، واللي بعدها انتقل نقلة كبيرة في عالم الشهرة والثراء ووصل الراتب اللي يتقاضاه الى 10 مليون دولار تقريبا، وبعدها بفترة ارتفع ووصل الى 15 مليون دولار. ولكن الفلوس والثروة في ذاك الوقت ما كانت تعني لكيانو ريفز شيء، وشاف انها ما منحته السعادة اللي الناس تتوقعها. وفي اقتباس له يقول كيانو: الفلوس صارت اخر شيء افكر فيه في هذيك الفترة. شايفين البهدلة والصدمات الكثيرة اللي مر فيها كيانو ريفز؟ اتوقع لو شخص غيره كان تحول الى مدمن مخدرات او انتحر لا سمح الله، ولكن مش كيانو ريفز. الصدمات هذيك بدل ما تكسره زادته قوة وزادته كرم وطيبة أكثر. كيم ريفز وهي الأخت الأصغر لكيانو لاحقا تم تشخيصها بمرض السرطان، وبعد فترة طويلة من المعاناة والصراع مع المرض ووقوف أخوها كيانو معاها اتعالجت وقامت بالسلامة، الحمد لله أنه ما صار له شيء. بل أنه خبر شفائها حفز كيانو ريفز أنه يتبرع للجمعيات الخاصة بالسرطان ورعاية الأطفال والمستشفيات وغيره. يا جماعة، الكبت وحبس المشاعر والضغط النفسي مستحيل يمر مرور الكرام، لابد يظهر أثره. وبالفعل كيانو ريفز في 2010 قرر أنه يأخذ استراحة من عالم التمثيل ويبعد عن الأضواء والشهرة. وفي فترة استراحته انتشرت له صور كثيرة في الشوارع ويبدو عليه آثار الحزن والألم، بل أنه الناس شافته هو يجلس مع مشردين ويسولف معهم بكل حب وتواضع، وكأنه يوجه رسالة للعالم ويقول أنه السعادة ما هي في المال والشهرة أبدا، السعادة قد تتجسد في أشياء كثيرة. ساعد ناس كثير ودعم مشاريع صغيرة كثيرة، وكان سبب في تحسين حياة الكثير من الناس. لاحقا رجع كيانو ريفز لعالم التمثيل وهو الشيء اللي يحبه، وبدأ يأخذ العديد من الأدوار، منها دوره في سلسلة جون ويك الشهيرة ودوره القادم مستقبلا برضه في سلسلة ماتريكس. كيانو ريفز حاليا وإلى تاريخ هذا الفيديو عمره 55 سنة ويعيش حياة مستقرة، ونتمنى له المزيد من الاستقرار والحياة الطيبة. هذه كانت قصة الممثل اللطيف والمحبوب كيانو ريفز بالمختصر، وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم ومحبين كيانو ريفز، وما تنسوش زر اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات بالمرة. كان معكم الوجيه، في أمان الله.